أنا نايزي داد، عمري 16 سنة. وأنا حلا حبوب، وعمري 17 سنة. إحنا أسسنا تطبيق مونيكل، يلي هو عبارة عن مشروع أو موبايل أبليكيشن، اللي هو تطبيق هاتفي بيطمح إنه نساعد فيه الناس المصابين باضطراب عسر القراءة وعمل ألوان. بلشنا بالمشروع قبل تقريباً سنة لما قرأنا مقالة بتحكي عن تجارب فردية لأشخاص بيعانوا من مرض عسر القراءة، ولقينا فيها إنه 1.5 مليون شخص تقريباً بيعانوا من هذا المرض، وشفنا كيف إنه التجارب الفردية بتختلف لأنه هو إله أنواع. قررنا إحنا نأسس الفكرة على شكل تطبيق هاتفي لأنه هذه الطريقة الأنسب لمرضى عسر القراءة، خصوصاً إنه كل الناس صارت أشغالهم على الموبايلات، فكمان هذا بيسهل استعماله. غير إنه ما بنقدر مثلاً إحنا نعمل نظارة لمرضى عسر القراءة لأنه هو مرض إله دخل بالأعصاب مش بالعيون. التطبيق بيحتوي على 3 خصائص. بالنسبة للمرضى اللي عندهم عمى ألوان، بيقدروا يحطوا فلتر لون بيناسبهم لحتى يقدروا يشوفوا جميع الألوان على التليفون. بالنسبة لمرضى عسر القراءة، بيقدروا يعدلوا الخط، يكبروا، يختاروا الخط المناسب لهم ويكبروا المسافات بين الأحرف والكلمات. وبرضه في خاصية السكانينج للكلمات خارج الهاتف. اللي بيميز تطبيقنا عن التطبيقات السابقة هو أول إشي إنه بالمجان بيقدر ينزلوا المرضى، غير هيك كمان إنه كتير سهل الواحد يستعمله، يعني كل الأشياء المكتوبة على الآب كلياتها أشياء سهلة. غير هيك كمان هو إنه كتير سهل إنه الشخص يحدد الاحتياجات اللي بده إياها بالآب تاعنا، وهذا إشي مش موجود بالأبليكيشنز التانية. شاركنا بمسابقات عدة، أهمها كان جينيس أولمبياد اللي هي مسابقة عالمية، وفزنا في الميدالية الذهبية اللي هو المركز الأول. Thank you.